أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء ومناطق الكثافة السكانية، كمموا كل الأفواه وقمعوا كل الأصوات، ولم يبقى في المجال العام سوى صوت واحد، هو صوت التحريض الطائفي والحشد للحرب أو تبرير الجرائم. أغلقوا الصحف والقنوات الفضائية المستقلة والحزبية، وأخذوا معداتها ليفتحوا صحفا وقنوات فضائية أخرى تسبح بحمدهم وتقود الناس لمشروعهم الطائفي وتساهم في عملية تدجين المجتمع التي يقومون بها لإطالة عمر سيطرتهم على البلاد بالقوة. إلى ماذا يهدف الحوثيون من خلال السيطرة على المجال العام واعتقال الصحفيين وقمع الحريات وخلق الرعب في قلوب الناس ومنعهم من التعبير عن آلامهم أو المطالبة بحقوقهم البسيطة؟ تساؤل نحاول الإجابة عنه مع ضيوفي بعد متابعة هذا التقرير. القمع ومصادرة الحريات العامة وتكميم الأفواه عنوان مرحلة حكم الحوثيين بحسب استقراء تلاحق الأحداث خلال فترة سيطرتهم على مناطق الكثافة السكانية في اليمن. بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء، أغلقوا كل وسائل الإعلام الحزبية والخاصة، صادروا معداتها التقنية، ثم أنشأوا وسائل إعلام تابعة لهم وملأوا بها الفضاء العام منفردة لا شريك لها، لدرجة أنهم أغلقوا إذاعات محلية لم تكن تبث شيئا سوى الأغاني. لم يتوقف الأمر عند إغلاق القنوات الفضائية ومنع صدور الصحف اليومية والأسبوعية، بل امتد ليزج بالصحفيين في السجون، حيث اعتقل الحوثيون 9 صحفيين دفعة واحدة، حكموا لاحقا على 4 منهم بالإعدام، وتفرق الآخرون في المنافي ومواطن النزوح. انتشار وسائل الإعلام الجديدة وشبكات التواصل الاجتماعي صاحبه ظهور شخصيات جديدة من محترفي الإعلام الجديد، يقطن أغلبهم خارج اليمن، ومن شاء له حظه الظهور من مناطق سيطرة الحوثيين فإن محنة السجن واحدة من التجارب المرة التي لا بد له من المرور عبرها. خلال اليومين الماضيين تداول ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتقال أحد نشطاء الفيسبوك اليمنيين بعد نشره مقطع فيديو ينتقد فيه سياسة ميليشيا الحوثي ويصفهم فيه باللصوص. ساقوني أنصار الله، يو نصبوني، يو ولاني ذنوب ولاني ذنوب، المجنون الذي قدو مجنون. أنا ما بنكذبش ولا بنزبج، أما أن أنا خرج وأخطاف الشارع ويوقفني واحد صاحب سيارة اللكزس، آخر مودي يوقفني وأنا تنزل بطوني قصتي مدري ما أنزل في حلبي، يقول لي يا أستاذ أحمد، وينزل وعمل في هذا سرقونا نهبونا نصبونا أكلوا ما معي خلاص، شومني ضرب شومني جبارك شومني، وأنا أقول من هم يا أخي؟ أنصار الله الحويد يا أخي، يقول لي فعلنا حل، فعلنا فيديو شرشح بهم، ما عندنا حاكي ما ادري ما هو، اما زعوا قبلوا لي ما عادش تاوش، قالوا ما عادش شنو تهاجر انا ولا عاد شنو تستثمر انا ولا اكلونا. يعني الكبير والصغير بيشكي من انصار الله انهم سرق وانهم نصابين وانهم بياكلوا الرواتب وانهم بياكلوا حق الناس وانهم بيبسطوا على الاراضي وانهم بيتكبروا ويزنطوا فوق الناس وانهم الناس كلهم بيشكوا منكم يا انصار الله. بحسب تقرير صادر عن المركز الأمريكي للعدالة، فمن بين كل الانتهاكات التي حدثت في اليمن خلال السنوات الماضية، انفردت ميليشيا الحوثي بتحويل المساجد ودور العبادة إلى ثكنة عسكرية وسجون، حيث وثق فريق التقرير تحويل الجماعة 303 مساجد إلى ثكنات ومخازن أسلحة ومراكز تجميع للمقاتلين في محافظات عدة، واقتحمت 211 مسجداً وغيرت أسماء 36 مسجداً لأسباب سياسية أو عقائدية. كما انفردت ميليشيا الحوثي بمنع إقامة المشاعر الدينية والتضييق عليها وإخضاع موظفي الدولة لدورات مذهبية مع معاقبة المتخلفين عن الحضور بالفصل من الوظيفة العامة. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة أوسع حول هذا الموضوع معنا الضيف عصام بلغيث وهو صحفي أيضا، ومعنا السيد عمار التام رئيس مؤسسة جذور للفكر والثقافة. مرحبا بكم ضيوفي الأكارم. نبدأ مع السيد عصام، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا.
إذن هناك حملة اعتقالات جديدة وتكميم للأفواه في مناطق سيطرة الحوثيين، برأيك هل سينجحون في فرض الصوت الواحد؟ مرحبا بك أولا وبالسادة المشاهدين بقناة الفيس، وأسعد الله مساءك. نجح الحوثيون فعلا في إبقاء الصوت الواحد داخل مناطق سيطرتهم. قد نجح الحوثيون منذ العام 2015 عندما صادروا كافة وسائل الإعلام الحزبية والرسمية والخاصة وكل ما له علاقة بالعمل المستقل تم مصادرة كافة المؤسسات الإعلامية، فبالتالي وفرضوا طوقا على المؤسسات التي كانت حليفة لهم حلفائهم من المؤتمر الشعبي العام في تلك الفترة، حتى تم الإجهاز على ما تبقى بتاريخ 2018. لدى الحوثي منهجية واضحة أن لا صوت إلا صوت الحوثي في تلك المناطق للأسف الشديد. منذ اليوم الأول لدخوله واقتحامه للعاصمة صنعاء والانقلاب على السلطة الشرعية، مباشرة توجهت الميليشيات والمسلحين توجهوا مباشرة للمؤسسات الإعلامية. أنا كنت أحد العاملين في إذاعة ناس اف ام، لم يمر إلا 3 أيام من اقتحام العاصمة حتى تم اقتحام المؤسسة التي كنت أعمل فيها، وصدرت كافة الأجهزة وتم اختطاف بعض الموظفين. في تلك اللحظة أنا لم أكن متواجدا في المبنى، وتم اقتيادهم إلى الأقسام الشرطة حتى تم الإفراج عنهم لاحقا. أما الأجهزة التي أخذت من إذاعة ناس اف ام فهي تعمل حتى اللحظة باسم إذاعة وطن اف ام، ربما الجميع يعرفها، وهي تابعه لشخصيه سياديه حوثيه معروفه لدى الجميع، اذاعه وطن اف ام، والذي تبث على تردد 95.5، وكانت تعرف فيما سابقا عندما كنت اعمل فيها باذاعه ناس اف ام الاجتماعيه. لم تكن هذه الاذاعه تتناول القضايا السياسيه مطلقا، تناولت الامور الاجتماعيه، كانت تهتم بشؤون الاجتماعية، تهتم بمشاكل المجتمع، ومع ذلك تم اقتحامها. لم يتبقى إلا الصوت الحوثي للأسف الشديد. حتى الإعلام الرسمي في المحافظات التي تحت سيطرة الحوثي تم تحويلها، وأصبحت اليوم ناقصة بالملازم التي ألفها حسين بدر الدين الحوثي، وكذلك ناقصة بالفكر الحوثي البحث. نعم. معناه أن الحوثي نجح فعلا في أن يبقي الصوت الواحد تحت سيطرته. هناك ما يمكن أن نقول متنفس وحيد هي وسائل السوشيال ميديا، الإعلام الجديد أو الإعلام البديل، هي أصبحت المتنفس الوحيد لوصول المعلومة ووصول الأخبار إلى المناطق تحت سيطرة الحوثي. أما التقارير التي يمكن أن نفسها بالتقارير الاستقصائية والتحقيقات الاستقصائية والعمل الصحفي المهني من تلك المناطق فأصبح محظورا، ومن يعمل من الصحفيين سيتم اختطافه مباشرة وإيداعه السجن إن لم يكون هناك عملية اغتيال، كما أغتيل الزميل الصحفي محمد العبسي، تم اغتياله في العام 2016 ونحن في السجن الحوثي، اغتيل في وضع السم في طعامه، وذلك بسبب نشاطه بالعمل الصحفي في التحقيقات الاستقصائية. نعم. سأعود لك سيد عصام، سأعود لك سيد عصام خاصة في قضية أثرتها الآن حول الإعلام تحت سيطرة الحوثيين، وهو إعلام بديل كما أشرت له ومتنفس وحيد للهم في الداخل. سأعود لك سيد عصام. مساء الخير سيد عمرتا. مساء الخير أستاذ لك ولكل ضيوفك ولكل المشاهدين. نعم. برأيك لماذا يركز الحوثيون على قمع حرية الرأي والتعبير في مناطق سيطرتهم هذه المرة؟ بداية القمع هو سلوك متأصل في هذه الجماعة، يعني منبثل من إيديولوجيتها وفكرها الأحادي الذي يقصي كل أحد. لكن هناك تطور الأحداث الأخيرة، حقيقة لم يعد لدى الحوثي قدرة على أنه يحتوي أو يسكت كل الأصوات، الأصوات ترتفع، لكن هناك أصوات أصبحت يعني تتكلم بسكت مرفوع،
يعني وتوجه أصابع الاتهام إجمالا في قضايا كثيرة مثل ما حدث مع الناشط الحوثي أحمد حجر وهو قريب من مراكز وأجنحة يعني تحالفات معينة مع هذه الجماعة وكذلك صالح حقره. الموضوع هنا يعني من يتابع ما يجري في منصة الحوثي لم يعد الحوثي قدرة على أن يسكت كل الأصوات، لكن يريد أن يحتوي بعض الأصوات التي تشكل يعني مؤشرات زعزعة لمشروعه من الأساس. فالكلام الذي تكلموا به كلام جريء ولا أظنه يعني يسكت بهم، يعني بعكس السنوات السابقة والفترة الماضية، لكن هو في أزمة يعني لها بعدين. البعد الأول متعلق طبيعة الحكم لهذه الجماعات الظلامية الوظيفية أنها تشكل تحالفات واسعة ثم تنكفئ على نفسها. الآن الجناح الذي يمتلك القوة الصلبة ما يسمى بحواجم صعبة، ومن الحلفاء أخذ كل الملفات حتى الملفات التي كانت متاحة لعدد من الحلفاء سواء من الأسر السلالية أو من غير الأسر السلالية. المكون القتلي فقد ثقته تماما في الحوثي وأصبح متوجس ومتلطس يعني من أي وضع أو لأي وضع جديد. أبناء الأسر السلالية، هل تسمعني يا أستاذ؟ نعم ألو. نعم أسمعك أسمعك عم عمار، استمر. أبناء يعني الأجنحة الأخرى نفس الكلام، وخاصة في مسألة الإثراء الفاحش الذي والبابويات المالية التي أصبحت اليوم يعني واضحة لدى غالبية المناصرين والمحايدين والمؤيدين لهذه الجماعة أنها تتجه نحو التمار نحو النهب نحو الخراب، لا ترتجى في دنيا ولا ترتجى في دين. البعد نعم. الثاني وهو بعد إقليمي متعلق ما يحدث في إيران 100 يوم و103 أيام والاحتجاجات والانتفاضة مستمرة، وهناك انقسام في الرأس يعني أن تجد من أقارب المرشد ومن أقارب مرشد سابق ورئيس سابق يعني موجودين، يعني هناك أزمة حقيقية يعني تمر بها إيران المساعدة لهذا الذراع ذراعها الحوثي. فهناك من قبل الناس يعني إذن صراعات هناك. أنت الآن أشرت نعم أشرت لنقطة أن هناك صراعات في داخل الحوثي سواء كان على المستوى المؤيدين والمناصرين والمؤيدين وأيضا على المستوى الإقليمي. نعم ابقى معي سيد عمار التام، سأعود لك لضيق الوقت. نعم سأعود لك استحواذنا الجناح القوي. نعم سأعود لك حول هذه النقطة. ينضم إلينا فهمي الزبيري مدير حقوق الإنسان بالأمانة، مرحبا بك معنا سيد فهمي. أسعد الله أوقاتكم وضيوفكم السلام المشاهدين في السلام. نعم برأيك لماذا تبدو انتهاكات ميليشيا الحوثي أكثر تركيزا في جانب قمع الحريات العامة وتكميم الأفواه هذه المرة؟ طبعا هذه هي سياسة ممنهجة وهذا سلوك سلوك اعتادت عليه هذه الجماعة. هي لا تستطيع العيش في ظل السلام والتعايش السلمي والمواطنة المستوية، هي تعيش دائما على الاحتراب وعلى الاقتتال، وهي جماعة نشأت على الدماء أصلا وتقمع وتكبت الحريات، لا تريد أي صوت. لا يوجد اليوم في مناطق في تركيا في الصوت الواحد واللون الواحد والتوجه الواحد، لا تسمح بأي تعدد سواء حزبي أو سياسي أو صحفي، تقمع كل من يرفع صوته أو كل صوت يعارض هذه الميليشيات وهذه الجماعة. واتضحت أو تزايدت وتوسعت هذه الانتهاكات في ظل الهدنة الأممية 6 أشهر وما تلاها، تضاعفت هذه الانتهاكات ضد المواطنين بعد أن هدأت الجبهات، توجهت للتضييق أكثر وللقمع أكثر في مناطق سيطرتها. وبعد أن توقفت الجبهات هي هذه الميليشيات مثل النار المشتعلة تتآكل من الداخل، تتآكل فيما بينها كالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. اليوم كما تحدث أخي عمار الصراعات البينية الحوثية تتزايد وتتوسع، وهناك غليان شعبي واسع
كما لاحظنا خلال الفترة الأخيرة. اليوم الأصوات بدأت ترتفع غاضبة، الناس يموتون من الجوع، 8 سنوات الناس بدون مرتبات، الناس في السجون، عملية التعذيب تتوسع، فيما هذه الجماعة تبني إمبراطوريات اقتصادية غير آتها لما يعانيها الشعب اليمني. نعم. وتتزايد هذه الانتهاكات ويتزايد وتزيد الخناق على المواطنين، فيما يزداد الغليان والجمر تحت الرماد في تزايد مستمر، والناس ينتظرون فقط الشرارة للانقضاض واجتثاث هذه. نعم. الميليشيات التي انهكت اليمن. سيد عصام بلغيث، هل تتفق في مسألة أن الآن الوضع الداخلي بالنسبة للحوثيين هناك خلافات داخلية والوضع خرج عن السيطرة، خاصة فيما يتعلق بنقطتك حول الإعلام الذي هو تحت سيطرة الحوثيين ويعتبر متنفس لهم، هل الآن فقد الحوثي السيطرة على هذا الإعلام؟ هناك الكثير من كانوا يناصر، ممكن القول بأن هناك الكثير من يناصرون ميليشيات الحوثي بدأوا يعرفون حقيقة هذه الجماعة. كان هناك البعض من الصحفيين وبعض من قطاع من بعض الزملاء ومن بعض المهتمين بمجال الإعلام ممن يأمل في هذه الجماعة أن يخلصه من التيار الفلاني أو من التيار الفلاني، ثم سيعود الوقت إلى ما كان عليه. لكن أدركت هؤلاء الصحفيين وأدركت هؤلاء الأطراف أن البديش أن الحوثي لديهم مشروع خاص بهم، ومشروع الإمامة والتوجه لاجتثاث كل ما تبقى من أركان الجمهورية. الجماعة لديها اليوم توجه لإعادة الحكم الإمامي بصورة أو بأخرى. اليوم بدأ مثل هؤلاء ينفضوا من تلك التوجهات، وبدأوا يعرفوا حقيقة الوضع، بدأت تتكشف لهم الحقائق، بدأ الحوثيون اليوم ينفذون ما خططوا له بشكل واضح. اليوم يتم تغيير المناهج، يتم إنزال البرامج والخطط البرامجية التلفزيونية للقنوات التي تمجد باسم الحوثي وتنشر ملازم حسين بدر الدين الحوثي التي تدعو إلى التطرف والإرهاب. مثل هذه التوجهات. لكن إذا لو قاطعتك سيد عصام بعجالة يعني لضيق الوقت، هناك من يقول أن هؤلاء الناشطين الذين ينطلقون من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي يعتقلهم الحوثيون بهدف تلميعهم واستخدامهم لاحقا في تبرير سياساتهم، كما حدث سابقا مع بعضهم الذين خرجوا لتبرير أزمة المشتقات النفطية مثلا. لا أعتقد أن هناك، ربما يكون هناك خطط تلميع، لا أتفق مع هذا الطرح، لكن ليس كل من يختطف هو من أجل التلميع. اليوم بالأمس بالأول أمس اختطف أحمد حجر بعد إنزال فيديو، كان هذا الفيديو وصف بالفيديو الناري والذي وضح الكثير من الحقائق على الأرض. هو تكلم عن أن المجتمع اليوم يغلي والشارع اليوم يفور من أجل لقمة العيش، لا يجد المواطن اليوم أبسط الاحتياجات. نعم. الفيديو الآخر الذي نشر وهو أن أب يشكو من فصل ابنه الذي هو في المرتبة الأول في الفصل الدراسي من أجل 1000 ريال لم يدفع لصالح الجماعة ولصالح مشرفيها في المدارس. مثل هذه الفيديوهات أصبحت تعبر عن حالة الغليان، وفيديو يتبع فيديو. لكن ما أود أن أقوله هو أن الكثير ممن كانوا يأملون في جماعة الحوثي، وهذه حقيقة اليوم واضحة، أصبحوا اليوم ينفضون الجماعة بعد أن أدركوا حقيقة التوجه. نعم. الإمامي الميليشاوي لهذه الفئة القادمة. شكرا لك. من أدغال التاريخ للأسف الشديد. شكرا لك عصام بلغيث الصحفي، كنت معنا حول هذا الموضوع. سيد عمار التام، هل سينجح الحوثيون فعلا في تغييب وعي الجمهور في مناطق سيطرتهم خاصة وخلق جيل جديد مستلب الإرادة؟ موضوع الحلقة يتكلم عن القمع وقراءة في السلوك القمعي لهذه الجماعة. هناك فرق بين يعني الكلام عن نجاحهم، لكن الآن معنا عدة شرائح موجودة في المجتمع. هناك في تحقيق الحوثي شريحة وهي الأغلب، اللي هي الشريحة الوطنية التي تنزع إلى وطنيتها وهويتها وجمهوريتها، ووسائلها تعبر عن نفسها بأسماء مستعارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي رفيق الواتساب وغيره، وفي جلسات وتواصلات محدودة، وهي تغلي وتتبع ظاهرة السخط لديها كل يوم.
يعني. وهناك شريحة وهي الشريحة النفعية التي لا زالت تؤمن بالفكرة. هذه من أمثال محمد حجر وصالح حبره، لم يتنكروا لفكرة الاصطفاء والولاية، إنما هم ينتقدون السلوك السياسي الإداري الذي أقصاهم ولم يعطيهم ما كانوا يأملون. وهذه بحد ذاتها أيضا نتيجة رائعة. والحوثي لن يستطيع أن يسيطر على هذه الظواهر يعني بشكلها، يعني سواء ما يتعلق بالبعد المحلي لديه أو البعد الإقليمي أو موضوع الوعي الجمهوري المتسع والمتعاطم أفقيا، لن يستطيع. وأريد أن في نهاية مشاركتي أن أفرق للمشاهد الكريم بين شيئين. سلوك القمع، السلوك القمعي لدى هذه الجماعة كان في السابق يعني بنفسية الزهو والانتشاء والسيطرة والتحكم، واليوم هو بنفسية الخوف والقلق من انقلاب الموازين. يعني هذا هو الفرق بين هذا القمع وذلك القمع. اليوم القمع لدى الحوثي فيه تردد وفيه تخوف وفيه انتفاعية وفيه يعني حذر شديد من قبله يعني في التعامل مع هذه الظواهر. وأريد أن نسلط الضوء على ظاهرة يعني النقد الواضحة للحوثي في مناطق سيطرته أصبحت يعني أكبر من أن يسيطر الحوثي عليها. لكن هناك أصوات مرتفعة وهم على الهرم، إما من الأجنحة أو من يعبر عنهم بلسان حاله. لكن بعجالة كيف يمكن توعية سكان هذه المناطق؟ يعني بعجالة بأقل من دقيقة، كيف يمكن توعية سكان هذه المناطق القابعة تحت الزوامل والقصص والأغاني والفتاوى الحوثية؟ تستمر التوعية والتحريض ضد جماعة التمرد الحوثي وضد الفكرة خرافة الإمامة وخرافة السلالية. وأيضا يجب أن يكون هناك تشكل لمقاومة يعني تحتوي عبارة عن وعاء تحتوي، لأن هناك عجز لدى السلطات الشرعية اليوم سياسيا فكريا اقتصاديا. لكن أن تنتهج سلوك حرب الشعب الشاملة التي تبدأ وسائل اللاعنف والتي تبدأ تصعيد حقوقي. أنا أشكر الأستاذ فهمي زبيري والأستاذ عصام بالغيث وجهودكم أيضا وجهود كل تتحول إلى مطالب حقوقية تتشكل فيها كيانات يعني ولو صغيرة تتحول وتتبلور إلى مشاريع وإلى قضايا فئوية نقابية تعبر عن مطالب وعن مظالم تتلكاها هذه الشرائح تخطو أولى في طريق التحرير من هذه الجماعة. شكرا شكرا جزيلا لك عمار التام رئيس مؤسسة جذور الفكر والثقافة. نعود لسيد فهمي الزبيري. سيد فهمي، هناك قصص كثيرة إذا لم يتم توثيقها وتسجيلها سيطويها النسيان. ماذا تفعلون أنتم في سياق توثيق الحالة الحقوقية في فترة حكم الحوثيين؟ أخي الكريم، نحن تعبنا من كثرة الرصد والتوثيق والانتهاكات الواسعة، وتلقي كل يوم نتلقى عشرات البلاغات من الانتهاكات الجسيمة، انتهاكات تقشعر لها الأبدان من قبل هذه الجماعة التي أهلكت الحرث والنسل. يعني الناس يعني لا يمكن تصور الانتهاكات وحجم الانتهاكات الواسعة التي تقوم بها هذه الميليشيات ضد النساء، ضد الأطفال، ضد الأبرياء المدنيين، التجار، رؤوس الأموال، حتى البيوت التجارية اليوم يضيقون الخناق عليها من أجل إزاحتها لبناء امبراطورية خاصة بهم من أجل التحكم في رقاب الناس والتحكم بالجانب السياسي. الغليان الشعبي اليوم كلما زاد يزداد أو تزداد وتيرة القمع لدى هذه الميليشيات، ولا بد ولا شك بأن هناك ثورة شعبية قادمة ضد هذه الميليشيات ستقتلعهم، وستأتي لحظة عفوية شعبية دون أي توجهات أو أي توجهات حزبية أو سياسية. الناس اليوم في مناطق سيطرة الحوثيين تتزايد هذه الانتهاكات. نحن ندعو إلى توثيق هذه الانتهاكات، إلى تسجيلها، إلى إبلاغ. لكن كيف ستأتي ثورة في ظل قمع واستخدام وسائل الإعلام العامة كالإذاعة والتلفزيون والمناهج التعليمية أيضا في سبيل تغيير عقيدة المجتمع ككل؟ ألا يعد هذا انتهاكا لحقوق من هم تحت سيطرة الحوثيين الآن؟
نعم أخي الكريم، هذا أكبر انتهاك لحقوق الإنسان، انتهاك هو مصادرة الحريات وانتهاك على الحق في التعليم والحرية المعتقد والتدين. نعم أخي الكريم، هذه جميعا هي انتهاكات، لكن نحن نتحدث اليوم عن عملية ضغط كبيرة في ظل وعي متزايد من قبل المجتمع ومجتمع شعبي رافض لهذه المعتقدات ولهذه الأفكار ولهذه الممارسات التعسفية. نحن اليوم نتحدث عن مجتمع رافض غير متقبل لهذه الأفكار ولهذه المعتقدات. شكراً. التي تقوم بها هذه الميليشيات الإجرامية الإرهابية. الناس اليوم أكثر وعياً وأكثر إدراكاً قبل ثمان سنوات. اليوم الناس يعني عرفوا هذه الميليشيات أكثر، تكشفت واتضحت وأهدافها وإجرامها بحق الشعب اليمني، ولذلك فتاتي الثورة على حين قبلها. نعم، شكرا جزيلا لك فهمي الزبيري، مدير حقوق الإنسان بالأمانة. وبهذا مشاهدينا الكرام وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة، لكم التحية مني ومن معد الحلقة موسى النمراني، وفي أمان الله.